تخيل انه عام 2006 كانت الصورة هيك لجزيرة ياس، وعام 2022 هيك صارت فيراري وورد، ياس باي، حتى السي وورد والاتحاد ارينا. طب شو القصة؟ ليش كلهم موجودين بجزيرة ياس؟ الجواب لأنه جزيرة ياس حتكون أأمن وأكبر جزيرة ترفيهية بالعالم كله، لهيك بتشوف كلمة وورد على كل معلم من معالمها. هالشي هاد خلى التطوير العقاري بجزيرة ياس من 2006 لهالوقت هاد بتزايد مستمر من فيلل وأراضي وحتى شقق. والحلو بالموضوع انه مو بس مقيمين الدولة صاروا يحبوا الاستثمار بجزيرة ياس او السكن، بالعكس صار في كتير اشخاص من خارج الدولة تتميز باستثماراتها داخل جزيرة ياس عن مناطق تانية مختلفة. ببساطة عائد استثماري عالي، منطقة حيوية، وموقع جغرافي مميز جدا. هذا كان شرح مبسط عن جزيرة ياس. بالفيديوهات القادمة راح انصحكم بالمشاريع الاستثمارية وبالمشاريع السكنية. تابعوني مستريح.